بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، شباب الصف الثاني الثانوي. النهارده نبدا مع بعض الدرس الرابع والاخير في الوحده الاولى اللي بتتكلم عن التنميه السياحيه في الوطن. هنبدا درسنا بسؤال منطقي جدا بيتكلم عن اهميه السياحه في العالم والوطن العربي، ودي ليها اكتر من اهميه تتمثل الاهميات في رقم واحد انها تعتبر اهم مصادر الدخل القومي، رقم اثنين ترتبط بانشطه اقتصاديه اخرى وانشطه اجتماعيه، ثلاثة تساهم في زيادة الناتج المحلي للبلد وزيادة العملة الصعبة، رقم أربعة تعد من أهم الصادرات الخدمية للدولة، رقم خمسة وأخيرا تعبر السياحة عن مدى تقدم الدولة وازدهارها. طيب لما نيجي نتكلم عن أهم الأقاليم السياحية في العالم، هو موجود عندي هنا خمسة بس هتلاقيهم في الكتاب، عندكم ثلاث أقاليم أو أربعة على أكثر تفضيل، بس أهم الأقاليم السياحية في العالم كالتالي: رقم واحد إقليم السياحي لقارة أوروبا، وده المركز الأول، رقم اثنين إقليم السياحي في آسيا والمحيط الهادي، رقم ثلاثة إقليم الشرق الأوسط. بنلاحظ أن أوروبا أكبر إقليم سياحي لسبب أو لمجموعة أسباب. ليه حجم السياحة كبير جدا في القارة الأوروبية، أو ليه قارة أوروبا من أهم مناطق الجذب السياحي في العالم؟ لأن فيها مناظر طبيعية خلابة جدا، رقم اثنين ارتفاع مستوى معيشة المواطن الأوروبي، رقم ثلاثة إلغاء الحواجز والقيود التي تفرض على انتقال المواطنين داخل دول الاتحاد الأوروبي، علشان كده حجم السياحة الداخلية بتاعتهم أكبر بكتير جدا. النقطة الثانية، مين أهم المقومات لجذب السياحي في العالم؟ مجموعة مقومات طبيعية بشرية، طبيعية زي موقع مناخ تضاريس، بشرية زي أثار تاريخية وموروث شعبي، وسائل نقل ومواصلات متطورة، رأس مال، أمن واستقرار سياسي، بالإضافة لتقدم وسائل التكنولوجي زي الإنترنت. مهمة جدا جدا. طيب تنمية السياحة في الوطن العربي، بنسأل سؤال: بما تفسر تراجع أعداد السياح في مصر في الفترة الأخيرة؟ لأن ما كانش في استقرار سياسي، وكان في اضطراب أمني في الدولة، مش في مصر بس، في منطقة الشرق الأوسط كلها. طب ايه اللي بيعوق السياحه في وطننا العربي؟ معوقات السياحه في وطننا العربي ست جزئيات: ضعف البنيه التحتيه، ودي بتتمثل في طرق، كهرباء، انترنت، قرى سياحيه، فنادق، مطاعم، مطارات، دي كلها بنسميها بنيه تحتيه سياحيه. ضعف القدره الاقتصاديه للمواطن العربي، الدخل بتاعنا قليل جدا. ضعف التسويق للمنتج السياحي العربي، ما عندناش ابداع في الدعاية للمناطق السياحية بتاعتنا. عدم وجود تكتل اقتصادي زي الاتحاد الأوروبي اللي بيسمح بانتقال المواطنين بمنتهى السهولة. عدم وجود تخطيط استراتيجي للتنمية السياحية في وطننا العربي. النقطة الأخيرة، ودي أكتر نقطة مؤثرة بشكل كبير جدا، لأن المواطن الأوروبي أو المواطن الأجنبي لما يزور دولة، أهم بعد بالنسبة له يتمثل في البعد الأمني. المواطن ده، البلد دي مستقرة ولا غير مستقرة؟ لأن أنا أهم حاجة عندي أحافظ على روحي ونفسي. أنا لو البلد دي هتجيب لي قلق وممكن أصيب فيها، طبعا استحالة أسافرها ولو كانت أجمل بلاد العالم. فقدان الأمن والاستقرار السياسي كان من ضمن الأسباب المؤثرة في تدهور وتناقص أعداد السياحة العربية. طيب إزاي نعالج المعوقات من خلال حاجة اسمها التنمية السياحية المستدامة؟ تنمية سياحية مستدامة، والهدف منها يا جماعة، لا ده ليها مجموعة أهداف كتيرة جدا. إيه الهدف منها؟ أولا لازم نتكلم يعني إيه تنمية سياحية مستدامة. بعد كده نبدأ نتكلم عن أهداف السياحية في الوطن العربي. مبدئيا كده أول حاجة عندي قبل ما نتكلم عن الأهداف، يعني إيه تنمية سياحية مستدامة؟ معناها الحفاظ على البيئة وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بالبيئة المعمارية. الحفاظ على البيئة وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بالبيئة المعمارية. أهداف التنمية السياحية: زيادة مستوى الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، تعميق العلاقات السياسية بين الحكومات المختلفة، حماية البيئة والاهتمام بالموارد الطبيعية، تحقيق العدالة بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة أو بين الجيل الواحد والأجيال القادمة، توفير فرص الاستثمار الجديدة أو فرص عمل، تحسين البنية الأساسية، توفير أسواق جديدة بالإضافة إلى تعميق ونشر الثقافة والتواصل بين الشعوب. طيب دية الأهداف، الأساليب كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة؟ خلال
الاهتمام بالتخطيط السياحي وتطوير البنية التحتية السياحية وتطوير المنشآت السياحية واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت والاهتمام ببرامج التنمية البشرية ونشر الوعي السياحي لدى المواطنين والاهتمام بالأماكن السياحية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة واستحداث أنماط جديدة من السياحة. زي إيه أنماط؟ ثلاث أنماط: سياحة اسمها سياحة المغامرات، وسياحة الرياضات البحرية، وسياحة الحوافز. سياحة الحوافز طبعا واحد واثنين دي عندنا، احنا هنخليهم كالتالي: مغامرات، رياضات بحرية، سياحة الحوافز. المغامرات دي مرتبطة بوجود مناطق اتراكتيف جذابة بالنسبة لنا، غابات، صحاري او مناطق جبلية. سياحة الرياضات البحرية مرتبطة بوجود سواحل وديع اكتر عندنا حاجة، السواحل بتاعتنا سواء البحر الاحمر او المتوسط، مثل سياحة الغوص وتزحلق على الماء وسباق اليخوت وصيد الاسماك. وسياحة الحوافز، يعني أنا بشجع العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص على الإنتاج من خلال تقديم مكافآت عبارة عن رحلات سياحية للمناطق مهمة. طيب، أهم تجربة عندنا نجحت في هذا الأمر يا أولاد دولة غانا، ودولة غانا عملت تنمية مستدامة من خلال تحديد المشروعات التنمية ذات الأولوية، إعداد دراسات، تدريب العاملين في القطاع السياحي، حماية وصيانة الأماكن الأثرية. ترتب على هذا الأمر يا أولاد توفير عمالة، خلق سوق سياحية جديدة جدا، وزي ما قلت لكم الكلام ده بيتمثل في تهيئة وإنشاء منتزهات قومية تعتبر محمية طبيعية زي منتزه كاكوم القومي اللي كان في الماضي بيسمى طريق العبيد. بكده يكون خلصنا درس التنمية السياحية وخلصنا الوحدة الأولى. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله في الوحدة التانية بتتكلم عن التنمية البشرية.